بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، فنواصل القراءة في كتاب التحقيق والإيضاح لسماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن هزة رحمة الله عليه، جمعنا وإياكم إياه بدار كرامته، إنه على كل شيء قدير. سب. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فصل فيما يفعله الحاج عند وصوله إلى الميقات. فإذا صفحة كم؟ 33. نعم. قال: فإذا وصل إلى الميقات. نعم. سب. فصل. فصل فيما يفعله الحاج عند وصوله إلى الميقات. نعم. قال: فإذا وصل إلى الميقات استحب له أن يغتسل ويتطيب. نعم. لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد من المخيط عند الإحرام واغتسل. ولما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما ورد ولما روي في الصحيحين؟ لما ثبت في الصحيحين عن عائشة. الأول. لما روي أن الرسول تجرد واغتسل. قال: لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد من المخيط عند الإحرام واغتسل. نعم. ولما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. نعم. مسألة: ماذا تصنع الحائض إذا وصلت إلى الميقات؟ نعم، الاغتسال. بسم الله الرحمن الرحيم. يشرع لمن أراد الإحرام بحج وعمرة أمور: الأمر الأول أن يغتسل، والاغتسال سنة وليس بواجب، يعني يعمم بدنه بالماء كالغسل الجمعة وغسل الجنابة، سنة مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاء واغتسل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة لما أرادت أن تحرم أن تغتسل، وأمر أسماء بنت عميس لما ولدت أسماء لما ولدت محمد بن أبي بكر أمرها أن تستثر بثوب وتغتسل. فإذا الاغتسال سنة لمن أراد الحرام حتى للحائض والنفساء. نعم. وكذلك التطيب الطيب، ثم يتجرد الذكر يتجرد من المخيط، يلبس إزارا ورداء. نعم. وأمر صلى الله عليه وسلم عائشة لما حاضت وقد أحرمت بالعمرة أن تغتسل وتحرم بالحج. نعم، لأنها أحرمت بالعمرة، ولكن جاءت العادة والحيض وجاء الحج وهي على حالها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تنقض شعرها وأن تغتسل وتهل بالحج. فإذا كانت الحائض تؤمر بالاغتسال، وكذلك أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر ولدت محمد بن أبي بكر بذي الحليفة في المكان في الميقات، فأمرها أن تستثفر، يعني تتلجم بثوب وتغتسل. فالاغتسال سنة لمن أراد الإحرام بحج وعمرة، لكل للذكر وللأنثى وللحائض والنفساء، والتطيب كذلك، والتجرد من المخيط هذا خاص بالذكر كما سيأتي. الذكر يحرم في إزار ورداء، والأفضل أن يكون أبيضين نظيفين سواء كان جديدين أو مغسولين. وأما المرأة تحرم بما شاءت بشرط أن يكون الثوب لا يلفت نظر الرجال إليها، وليس هناك شيء مخصص، لا أسود ولا غير أسود. نعم. هو نفسه. قال: وأمر صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس لما ولدت بذي الحليفة أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم. نعم، تتلجل. الآن وجد الحفائض هذه هي معنى الاستثفار، تتحفظ، تتلجم، تحفظ إذا كان عليها الدم سواء حائض أو نفساء، ثم تغتسل وتتحفظ وتتلجم وتحرم بالحج ولو كانت لا تصلي. اغتسال مشروع للإحرام، تحرم وهي عليها العادة، تحرم عليها النفساء، ولكنها لا تدخل المسجد الحرام حتى تدخل، تبقى في مكانها إذا جاءت في
في مكانها في الفندق في الشقة في الخيمة، تبقى حتى تطهر. فإذا طهرت اغتسلت وصلت وطافت وسعت وقصرت. فإن جاء الحج جاء اليوم الثامن وهي على حالها لبت بالحج وأدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة، وتذهب إلى منى ومزدلفة وعرفة وتفعل جميع المناسك وهي عليها العادة ما عدا الطواف بالبيت. فإذا طهرت فإنها تطوف بالبيت، مع الطواف بالبيت يكون للحج والعمرة تكون قارنة، يكون هذا إلا يوم العيد، ما يكون إلا يوم العيد أو ليلة العيد. نعم. ويستحب لمن أراد الإحرام أن يتعاهد شاربه وأظفاره وعانته وإبطيه فيأخذ ما تدعو الحاجة إلى أخذه. نعم، هذا مشروع في كل وقت. هذا كان الناس سابقا يحرمون على الإبل، ويكون هناك مدة طويلة بين الإحرام وبين الوصول إلى مكة، فتطول أظفاره وشاربه ويحتاج لها. إذا كان شاربه طويل وأظفاره طويلة يقصهما قبل الإحرام. نعم. في شيخ أسطر قبل أن نعم. تجاوزنا بعض الأسطر شيخ. أقول تجاوزنا سطرين أو ثلاثة. طيب. قبله. بعيد. قال: فدل ذلك على أن المرأة إذا وصلت إلى الميقات وهي حائض أو نفساء تغتسل وتحرم مع الناس. نعم. وتفعل ما يفعله الحاج غير الطواف بالبيت كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأسماء بذلك. نعم. يعني الحائض والنفساء تفعل جميع المناسك مع الطواف بالبيت، ممنوع حتى تطهر ثم تغتسل. فإن طهرت قبل اليوم الثامن من الحجة إذا كان أحرم بالعمرة صلت وطافت وسعت وقصرت وتحلت ثم أحرمت بالحج في اليوم الثامن، وإن جاء اليوم الثامن وهي على حالها لبت بالحج وأدخلت الحج عمرة وصارت قارنة، وذهبت إلى مع الناس إلى منى ومزدلفة وعرفة، ثم إذا طهرت فإنها تغتسل تؤدي جميع المناسك، والطواف بالبيت يكون في يوم العيد. يوم العيد يبدأ من آخر ليلة العيد، والأفضل يوم العيد. نعم. ويستحب لمن أراد الإحرام أن يتعاهد شاربه وأظفاره وعانته وإبطيه فيأخذ ما تدعو الحاجة إلى أخذه، لئلا يحتاج إلى أخذ ذلك بعد الإحرام وهو محرم عليه. نعم. يعني هذا لما كان الناس الأسفار طويلة ويحرم بالحج أو بالعمرة ويحتاج أيام طويلة، الآن الحمد لله الأسفار والمواصلات سهلة ويسيرة. نعم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع للمسلمين تعاهد هذه الأشياء في كل وقت، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وقلم الأظفار ونتف الآباط. نعم، هذه من الفطرة، نتف الآباط الشعر الخفيف يكون في الأبط، هذا يكون من نتف، وإذا زال بغى النتف فلا بأس. قص الأظفار وقص الشارب والختان، الختان هذا قطع جلدة فوق رأس الذكر من الأنثى، الذكر والأنثى كذلك قطع الجلدة. نعم، هذا من سنة الفطرة. نعم. وفي الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لهذه الأشياء التي تزيد على 40 ليلة، قلم الأظفار، تقليب الأظفار، وحلق العانة، وقص الشارب، ونتف الإبط. وقت رسول الله ألا تترك أكثر من 40 ليلة. نعم. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: وقت لنا في قص الشارب وقلم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من 40 ليلة. نعم، هذا في السنة، لا تكره أكثر من 40 ليلة، يكره أن يتركها أكثر من 40 ليلة، تطول لأنها تطول ويكون محل الأوساخ. نعم. وأخرجه النسائي بلفظ: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي بلفظ النسائي. نعم. وأما الرأس فلا يشرع أخذ شيء منه عند الإحرام. نعم، الرأس ما يقص من الشعر، إنما يقص من الشعر هذا التحلل من العمرة أو التحلل من الحج. نعم. لا في حق الرجال ولا في حق النساء. نعم، لا ما يعني ما يسن أخذ شيء من الشعر عند الإحرام، لا للرجال ولا للنساء، لكن عند التحلل من العمرة أو من الحج
يسن يكون التحلل يكون ما يكون التحلل بالحلق بالنسبة للرجل أو التقصير، والمرأة تقصر من كل ضفيرة قدر أمره كما سيأتي. نعم. وأما اللحية فيحرم حلقها أو أخذ شيء منها في جميع الأوقات. نعم. بل يجب إعفاؤها وتوفيرها. نعم. لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب. وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس. وقد عظمت المصيبة في هذا العصر بمخالفة كثير من الناس هذه السنة ومحاربتهم للحى ورضاهم بمشابهة الكفار والنساء، ولا سيما من ينتسب إلى العلم والتعليم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله أن يهدينا وسائر المسلمين لموافقة السنة والتمسك بها والدعوة إليها. آمين. وإن رغب عنها الأكثرون، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم. بعض الناس جهلة، إذا تحلل يأخذ من رأسه، يحلق الرأس ويحلق اللحية، وهذا خطأ. لكن سيأتي ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه اجتهد، وأنه إذا تحلل أخذ من رأسه ومن لحيته، اجتهد منه يعني، وينوي أن هذا من التفث ويقضي تفثا، ولكن هذا اجتهاد منه لم يوافق عليه والده وهو أعلم منه ولا أبو الصديق، وإنما اجتهد ابن عمر رضي الله عنه، كان له اجتهادات، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أخذ شيء من اللحية ولا نسخ من لحيته في عند التحلل من العمرة ولا من التحلل من الحج. نعم. ثم يلبس الذكر إزارا ورداء، ويستحب. نعم. أن يكون أبيضين نظيفين. نعم. ويستحب أن يحرم في نعلين لقول. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان جديدين أو مغسولين. يستحب للذكر يحرم بإزار، قطعة إزار يشدها على النصف الأسفل، والقطعة الثانية فوطة يجعلها على كتفيه. فالأفضل أن يكون سواء أبيضين، البياض أفضل لقول البسوا من ثيابكم البياض لأنه خير من ثيابكم، سواء كان جديدين أو مغسولين. وإن أحرم في إزار ملون أخضر أو غيره فلا بأس، لكن الأفضل الأبيض، الأفضل أن يكون أبيضين، وإن أحمر في ملونين فلا حرج. نعم. ويستحب أن يحرم في نعلين. نعم، كذلك يحرم في نعلين، لا بد أن تكون الرجلان مكشوفتان يعني. وإن أحرم فيما هو في حكم النعل والقدمان يعني قدمين يعني كعبان بارزان فلا بأس في حكم النعلين، النعلين هو في حكم النعل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. إيش؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. نعم، في إزار ورداء ونعلين. نعم. أخرجه الإمام أحمد رحمه الله. وأما المرأة فيجوز لها أن تحرم فيما شاءت من أسود أو أخضر أو غيرهما. نعم. من أسود أو أبيض. من أسود أو أخضر أو غيرهما. نعم. مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم. مع الحذر من التشبه. نعم، تحرم فيما شاءت من الثياب ولا تشبه بالرجال. نعم. لكن ليس لها أن تلبس النقاب والقفازين حال إحرامها. نعم. ولكن تغطي وجهها وكفيها بغير النقاب والقفازين. نعم، المرأة تحرم فيما شاءت من الثياب إلا أنها لا تشبه بالرجال، ولا تلبس ثياب تلفت أنظار الرجال إليها، ولا تلبس النقاب ولا البرقع ولا القفازين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبس النقاب البرقع والقفازين. البرقع هو ما خيط على قدر الوجه، وإذا فتح له فتحتان يسمى نقاب، فتحة العينين لك تبصر بهما. أما تغطية الوجه بغير النقاب بغير البرقع لا بأس، مخيط، المخيط على قدر الوجه هذا ممنوع منه المرأة، هذا الشيء مخيط على قدر الوجه يسمى البرقع، وإذا فتح له فتحتين فعلى العينين يسمى البرقع، وإذا
لم يكن له فتحة يسمى نقاب. إذا كان له فتحتان إذا كانت تحتاج إلى النظر ضعيفة البصر تفتح فتحتين، ولكن ما تفعله كثير من النساء الآن تفتح فتحة كبيرة أو تفتح ما أو تجعل لثام، هذا معناه تبرز الجبهة وتبرز العينين والوجهتين، وليس هذا والمقصود. المقصود أنها تبصر، تفتح بقدر العين تبصر بها الطريق، تبصر بها الطريق، ولا ينبغي لها أن تكحل العينين أو تجعل فيهما شيئا يلفت نظر الرجال لها. هذا إذا احتاجت لذلك، كما قال ابن عباس تجعل تبصر بعين واحدة أو تفتح. أما تغطيته بالخمار فلا بأس، إذا جاء الرجال تغطي وجهها بالخمار، وكذلك قفازين، قفازين وهو الشراب اليدين، المخيط على قدر اليدين لا تلبسه المرأة، لكن تغطي يديها بثوبها، كما أنها لا تلبس النقاب ولكن تغطي وجهها بالخمار، لأن كما أن الرجل يغطي بدنه بالرداء فالمرأة تغطي وجهها بالخمار، والرجل لا يغطي جسده بالمخيط والمرأة لا تغطي وجهها بالمخيط ولا تغطي يديها بالمخيط، يعني بحيث يلبسه على هيئته حينما يكون حلالا، يعني القميص هذا لا يلبسه الإزار، لا يلبسه الرجل إذا أراد الإحرام، لكن لو قلب أسفل أعلاه وجعله رداء لا بأس. فكذلك المرأة ليس لها أن تغطي وجهها بالنقاب ولا بالخمار، لكن تغطي وجهها إذا مر بها الرجال بالخمار اللي غير مخيط، أما المخيط على قدر الوجه منع، والمخيط على قدر اليدين ممنوع من المرأة، لكن تغطي يديها بثوبها، تغطي وجهها بالخمار، والرجل يغطي جسده بغير المخيط بالإزار والرداء، والرجل لا يلبس الخفين وهما يعني ما يغطي القدمين أو الشراب، والمرأة لا بأس، المرأة لا بأس أن تغطي رجليها، إنما ممنوع أن تلبس القفازين المخيط على قدر اليدين، والرجلان لا بأس، أما الرجل فلا يغطي رجليه لا بالخفين ولا بالجوربين، وإنما تكون الرجلان مكشوفتان والقدمان يعني مكشوف يعني القدمين يعني تكون بارزة، إذا كان القدمان بارزة فلا بأس. نعم. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان الكعبين بارزان فلا بأس، هذا يكون في حكم النعل، إذا لبس النعل تكون الكعبان بارزان، الكعبان بارزان، وكذلك لما هو في حكم النعل. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة عن لبس النقاب والقفازين. نعم. وأما تخصيص بعض العامة إحرام المرأة في الأخضر أو الأسود دون غيرهما فلا أصل له. نعم، ما في شيء مخصص، لكن تجتنب ما فيه تشبه بالرجال أو بجمال يلفت أنظار الرجال إليها. نعم. ثم بعد الفراغ من الغسل والتنظيف ولبس ثياب الإحرام ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ويشرع التلفظ بما نوى. نعم. فإن كانت نيته العمرة قال لبيك عمرة أو اللهم لبيك عمرة، وإن كانت نيته الحج قال لبيك حجا أو اللهم لبيك حجا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. نعم. التلبية لا بد أن نذكر نسكة في تلبيته، وأما النية يقول نويت كما قال يقول فقهاء نويت الحج أو نويت العمرة، هذا ذكره الفقهاء المتأخرون وليس عليه دليل، ليس عليه دليل، كما أنه في الصلاة لا يقول نويت أن أصلي، في الصيام بعض المتأخرين الفقهاء يقول يستحب له أن ينوي حتى يتطابق القلب واللسان، يقول نويت أن أصلي خلف هذا الإمام صلاة الظهر 4 ركعات، نويت أن أصوم هذا اليوم من رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس،
نويت أن أحج البيت، نويت العمرة، هذا بدعة ما له أصل. لكن في الحج يذكر نسكه في تلبيه فيقول لبيك عمرة، إذا أرادك أن العمرة لبيك عمرة متمتعا بها بالحج أو أوجبت عمرة، وإذا كان يريد الحج قال لبيت حجا أو أوجبت حجا، وإذا كان يريد الحج قال لبيك عمرة متمتعا بها الحج أو لبيت عمرة متمتعا بها الحج، ولكن ما يقول نويت، هذا هو الذي ورد أنه يذكر نسكه في تلبيته، يذكر النسك الذي يريده في التلبية. إذا كان يريد العمرة لبيك عمرة، وإذا كانت في أشهر الحج تكون هذه أو عمرة التمتع، أشهر الحج شوال وذو القعدة والحجة، وإذا كانت في غير الحج تكون عمرة مستقلة لبيك عمرة. ثم في اليوم الثامن من الحجة يحرم بالحج، يقول لبيك حجة إذا كان في مكة، وإذا كان قادم عند الميقات وهو يريد الإفراد يقول لبيك حجة أو اللهم لبيك حجة أو أجبت حجة، ثم يلبي بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك وبك لا شريك لك. نعم. وإن نواهما جميعا لبى بذلك فقال اللهم لبيك عمرة وحجة، هذا إذا كان قادم قال لبيك عمرة وحجة أو أجبت عمرة وحجة، إن كان مفرد قال لبيك حجة أو أجبت حجة، إن كان عمرة وحدها لبيك عمرة أو أجبت عمرة. نعم. والأفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه من دابة أو سيارة أو غيرهما. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهل بعدما استوى على راحلته. نعم. انبعثت به من الميقات للسير، هذا نعم. هو الأصح من نعم. أقوال أهل العلم. إيش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهل بعدما استوى على راحلته وانبعثت به من الميقات للسير. السير نعم. يعني لما انبعثت دابته واستوى قال لبيك لبيك اللهم لبيك. وإن لبى قبل أن يركب فلا بأس. لكن الأولى أن يكون التلبية بعد الركوع، لأنه قد يحتاج قبل التلبية، قد يحتاج إلى شيء من المحظورات، قد يحتاج إلى قص شيء من أظفاره أو شاربه، أو يحتاج إلى الطيب. فإذا ركب مركوبة فالغالب أنه يكون ما يحتاج شيء. فإذا ركب المركوب ركب السيارة لبى قال لبيك عمرة لبيك عمرة أو لبيك حجة، سواء في الحجة أو في العمرة. وإن لبى وهو في مصلى فلا بأس. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم لبى بعد ثبت راحلته. جاء في حديث في ضعف أنه لبى ودبر أنه لبى قبل أن ركب، لكنه الحديث ضعيف كما سيأتي. نعم. ولا يشرع له التلفظ بما نوى. نعم. إلا في الإحرام خاصة لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. في الصلاة والصيام ما يقول نويت الحج نويت الصيام نويت الصلاة. نعم. أما ما ذكر الفقهاء من الاستحباب فهذا ليس عليه دليل. قال المتأخرون قالوا يستحب أن ينطق بالنية سرا حتى يتوطأ القلب واللسان، ولكن هذا ليس عليه دليل. ولهذا قال بعض العلماء لو عمر نوح وفتش في الأدلة أو في الكتب يبحث عن دليل يدل على استحباب النطق بالنية ما وجد في الصلاة والصيام. نعم. قال وأما الصلاة والطواف وغيرهما نعم فينبغي له أن لا يتلفظ في شيء منها بالنية. نعم. لا يقول نويت أن أصلي كذا وكذا ولا نويت أن أطوف كذا، بل التلفظ بذلك من البدع المحدثة، والجهر بذلك أقبح وأشد إثما. ولو كان التلفظ بالنية مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم وأوضحه للأمة بفعله أو قوله. نعم. يعني بعض الناس تسمع في الطواف يقول نويت أن أطوف في هذا البيت طواف العمرة طواف سبعة أشواط، هذا بدعة. نويت أن أسعى بين الصلاة والمرأة سبعة أشواط، هذا بدعة، وإذا جهر بذلك يكون أشد، هذا ليس عليه دليل. أنت تطوف تنوي الطواف يكفي، والنية محلها القلب، والله يعلم ما في القلوب، والله يعلم ما في قلوبك. نعم. قال ولسبق إليه السلف الصالح. نعم. فلما لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم علم أنه بدعة. نعم. ما نقل تلفظ النية لا عن النبي ولا عن الصحابة،
فهو بدعة، والبدعة هي الحدث في الدين. البدعة كل البدعة هي الحدث في الدين، وهذا حدث في الدين ليس عليه دين. نعم، فيكون بدعة. الجهر بالنية حدث في الدين ليس عليه بدعة. وأما قول بعض المتأخرين باستحباب النطق سرا حتى يتوطأ قلب اللسان، فهذا اجتهاد ليس عليه دليل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها. نعم. وكل بدعة ضلالة، أخرجه مسلم في صحيحه. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق على صحته. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فرد يعني مردود على صاحبه، مردود على صاحبه. نعم. المواقيت خمسة. نعم. الأول ذو الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة، وهو المسمى عند الناس اليوم أبيار علي. نعم. مواقيت نوعان: مواقيت مكانية ومواقيت زمانية. المواقيت الزمانية ميقات شوال وذو القعدة وعشر من الحجة، هذه مواقيت الحج التي يحرم في الزمن. الزمن الذي يحرم الحج في شوال وذو القعدة للحجة، عشر من الحجة، هذه الوقت، هذه ميقات الزماني الذي يحرم فيها بالحج. وإذا أحرم لو أن يحرم بالحج من واحد شوال من يوم العيد، يوم العيد واحد شوال دخلت أشهر الحج الزماني، فله أن يحرم بالحج ويبقى على إحرامه إلى يوم العيد، لكنه يستحب له أن يقلب نيته، يعني أو يحول نيته من الحج إلى العمرة، فيطوف ويسعى وغسل يتحلل حتى يتحلل، ولا تطلع عليه المدة في ترك محظورة الإحرام، هذه المدة الطويلة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذين أحرموا بالحج مفردين أو قارنين أن يحولوا نيتهم ويجعلوها عمرة. نعم. ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن. وأما المواقيت المكانية فهي خمسة كما ذكر الرئيس رحمه الله: ذو الحليفة، هذا أولها ذو الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة. نعم. الثاني الجحفة. الأول ميقات ذو الحليفة، والحليفة تصغير حلفة، سمي ذو الحليفة لأن فيه شجرة، هذه الشجرة ينبت في هذا الوادي، حلفة، الحلفة تصغير حلفة، الحلفة نوع من الشجر يكثر نباته فيه، فسمي ذو الحليفة. يسمى الآن أبيار علي، بعضهم يسمي الحسن، يسمى أبيار علي، أبيار علي ميقات. قال بعضهم سمي أبيار علي لأن قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن بعض الناس سمي أبيار علي، قالوا إن علي قاتل فيه الجن، قالوا الجن وعلي أعلى من أن يثبت الجن لقتاله، أو كما قال رضي الله عنه رحمه الله. المقصود أنه ذو الحليفة، هذا الاسم حقيقي، ويسمى أبيار علي، هذا قاتل المدينة، هو قريب من المدينة، قريب من يقارب بينه وبين المدينة 12 كيلو، قريب جدا. نعم. الثاني الجحفة. نعم. وهو ميقات أهل الشام. نعم. وهي قرية خراب تلي رابغ. نعم. والناس اليوم يحرمون من رابغ، ومن أحرم من رابغ فقد أحرم من الميقات، لأن رابغ قبلها بيسير. نعم. الثاني الجحفة، وميقات أهل الشام ومصر والمغرب، يحرم من الجحفة، وسمت جحفة لأن السيل اجتحفها وخربت، فصار الناس يحرمون من رابغ، ورابغ قبلها يسير، والآن أعيد بني فيها مسجد وفيها مغاسل، والناس يحرمون من الجحفة نفسها الآن. لكن في وقت تأليف الشيخ رحمه الله كانت إلى سنين كانت خربت، وصار الناس يحرمون من رابغ، ورابغ قبلها يسير، الآن أعيد بني فيها مسجد ومغاسل، يحرم الناس من الجحفة نفسها، ميقات أهل الشام ومصر. نعم. هذا من جاء في السيارة، ومن كان في الجو فإنه يحرم إلى هذا الميقات. نعم. الثالث قرن المنازل، وهو ميقات أهل نجد. نعم. وهو المسمى اليوم السيل. نعم. قرن المنازل
وميقات أهل نجد، ويسمى السيل، يسمى السيل الكبير، هي السيل الكبير والسيل الصغير. وكان هذه الوقت كلها قريبة، تقريبا مرحلتين أو ثلاث مراحل للإبل، يعني قريبة جدا، ما عدا ميقاتها المدينة فهو بعيد، أبعدها ميقات الحليفة بعيد بعيد جدا، يعني أبعد منها بأربع مرات أو خمس مرات. والله أعلم بالحكمة، قال قد لا ينص على الحكمة يكونها قريبة، كلها قريبة ما عدا ميقاتها المدينة. قال بعضهم تلتمس الحكمة، ولعلها والله أعلم بتقارب الحرمين، فما يخرج من الحرم مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يتلبس بما هو بالإحرام المسجد الحرام المسجد الكعبة. نعم. الرابع يلملم، وهو ميقات أهل اليمن. نعم، الرابع يلملم ميقات أهل اليمن، يسمى السعدية، يسمى السعدية الآن، هو قريب. نعم. نعم. الخامس ذات عرق. نعم، وهي ميقات أهل العراق، يسمى الضريبة. وكان الآن أعيد، الآن أعيد ولا أزال في طور الإعداد، والماشي إليه من الرياض يعني يجد طريق قبل الوصول إلى الطائف، قبل الوصول إلى الطائف مسافة يكون في طريق إلى الضريبة، ميقات أهل المشرق، ثم ذات عرق. نعم، ميقات أهل العراق. نعم، وأهل المشرق. نعم، هذه البواقيت الخمسة المكانية، من مرها برا فإنه يحرم منها، ومجوا يحرم إلى حالها. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت كما في الحديث الصحيح، أن وقت لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن، ثم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. نعم. قال وهذه المواقيت قد وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لمن ذكرنا ومن مر عليها من غيرهم ممن أراد الحج أو العمرة، والواجب على من مر عليها أن يحرم منها، ويحرم عليه أن يتجاوزها بدون إحرام إذا كان قاصداً مكة يريد حجاً أو عمرة، سواء كان مروره عليها من طريق الأرض أو من طريق الجو، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت هذه المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. نعم، وكذلك إذا كان أحدها من جهة البحر كذلك يحرم، لأن يعني ومن لم مر من طريق لا يمر على المواقيت فإنه يحرم إلى حال أقربها، والجو له حكم القرار، الهواء له حكم القرار، فإذا كان في الجو حالا فإنه يحرم، كما أنه في يطوف بالكعبة ولو بالهواء، وكذلك في المسعى في الأدوار فالهواء له حكم القرار. نعم. والمشروع لمن توجه إلى مكة من طريق الجو بقصد الحج أو العمرة أن يتأهب لذلك بالغسل. والمشروع لمن توجه إلى مكة من طريق الجو بقصد الحج أو العمرة أن يتأهب لذلك بالغسل ونحوه قبل الركوب في الطائرة. نعم. فإذا دنا من الميقات لبس إزاره ورداءه ثم لبى بالعمرة إن كان الوقت متسعا، وإن كان الوقت ضيقا لبى بالحج. هذا إذا كان يريد الحج والعمرة، كان الوقت ضيق جاء متأخر فإنه يحرم بالحج مفردا، وإن كان الوقت واسعا لبى بالعمرة ثم يفرغ منها، يطوف ويسعى ويغسل ويتحلل ثم ويبقى حلالا حتى يأتي اليوم الثامن ثم يحرم للحج من جديد، يغتسل ويتوضأ، وإن كان متأخرا جاء في اليوم الثامن وفي اليوم التاسع وليس هناك وقت فإنه يحرم بالحج إذا ضاق عليه الوقت. نعم. وإن كان محرم بالعمرة وضاق عليه الوقت أدخل الحج عمرة وصار قارنا. نعم.
وإن لبس إزاره ورداءه قبل الركوب أو قبل الدنو من الميقات فلا بأس. نعم، لأن المراد النية، الإحرام هو النية وليس هو لبس الإزار والرداء، هذا استعداد وتهيئ، والنية تكون إلى حال الميقات، النية والتلبية. يذكر النية نيته، ينوي بقلبه ويذكر نسكه بتلبيته إلى حال الميقات برا أو بحرا أو جوا. وأما لبس الإزار والرداء فهذا لا بأس أن يكون قبل ذلك. نعم، ولكن لا ينوي الدخول في النسك ولا يلبي بذلك إلا إذا حاد الميقات أو دنا منه. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم إلا من الميقات، والواجب على الأمة التأسي به صلى الله عليه وسلم في ذلك كغيره من شؤون الدين. نعم، لقول الله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: خذوا عني مناسككم. نعم، وأما من توجه إلى مكة ولم يرد حجا ولا عمرة كالتاجر والحطاب والبريد ونحو ذلك فليس عليه إحرام. وأما من توجه إلى مكة ولم يرد حجا ولا عمرة كالتاجر والحطاب والبريد ونحو ذلك فليس عليه إحرام إلا أن يرغب في ذلك. نعم، إذا يريد دخول مكة للتجارة أو لطلب علم أو لزيارة، زيارة أحد أو لغير ذلك من مقاصد وهو لا يريد الحج والعمرة فلا يجب عليه على الصحيح. وذهب جمع من العلم وذهب الحنابلة إلى أنه يجب عليه أن يحرم بالعمرة، كل من دخل مكة يجب عليه أن يحرم، وقالوا هذا من خصائص مكة، كل من دخل عليها يجب أن يحرم بعمرة. ولكن الصواب أنه لا يجب إلا على من أراد الحج والعمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في وقت المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فمفهومه أن من لم يرد الحج والعمرة فلا يجب عليه. وأما مذهب الحنابلة وجماعة فإنهم يرون أنه يجب الإحرام بالعمرة لكل داخل إلى مكة، فقالوا هذا من خصائص مكة لا يدخل أحد إلا محرم. وأما الذي يتكرر دخوله وخروجه مثل صاحب الأجرة وغيره في آخر مرة يحرم، لكن يتردد دخوله وخروجه كل يوم آخر مرة يحرم، آخر دخول مرة الدخول يحرم. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم لما ذكر المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فمفهومه أن من مر على المواقيت ولم يرد حجا ولا عمرة فلا إحرام عليه، وهذا من رحمة الله بعباده وتسهيله عليهم فله الحمد والشكر على ذلك. نعم، ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى مكة عام الفتح لم يحرم. نعم، ويؤيد ذلك. نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى مكة عام الفتح لم يحرم بل دخلها وعلى رأسه المغفر، لأنه ما أراد العمرة، لما دخل مكة للفتح ما أحرم، لبس عليه إمامة سوداء وعلى رأس المغفر عليه الصلاة والسلام ودخلها بدون إحرام، لأنه ما أراد العمرة وإنما أراد الفتح وتطهيرها من الشرك والمشركين، ففتحت مكة ثم بعد ذلك أحرم بعمرة يجعرانة. نعم، بعد فتح. نعم، لكونه لم يرد حين ذاك حجا ولا عمرة وإنما أراد افتتاحها وإزالة ما فيها من الشرك. نعم، وأما من كان مسكنه دون المواقيت فكسكان جدة وأم السلم وبحرة والشرائع وبدر ومستورة وأشباهها فليس عليه أن يذهب إلى شيء من المواقيت الخمسة المتقدمة. نعم، بل مسكنه هو ميقاته. نعم، بل مسكنه هو ميقاته. نعم، فيحرم منه بما أراد من حج أو عمرة. نعم، من كان مسكنه بعد المواقيت يحرم من بيته، أهل جدة من جدة يحرم، أهل بحرة من بحرة، أهل السلم من السلم، أهل بدر من بدر، وهكذا يحرمون منه، لا يذهبون إلى المقاصد، لأن
فاسكنوا داخل النفاق، هذا الشرائع يحرم من الشرائع، وهكذا إن كان مسكنوا دول البواقيت يحرم من مسكنه من بيته، حتى أهل مكة يحرمون بيوتهم لحجم مكة، أهل مكة يحرمون حتى أهل مكة من مكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أهل مكة من مكة. لكن العمرة إذا أراد المكي أن أخذ أن يحرم بالعمرة لابد أن يخرج إلى الحل على الصحيح، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تخرج إلى التنعيم. وذهب جمع من العلم إلى أن أهل مكة لا عمرة عليهم، قالوا أهل مكة لا عمرة عليهم، ما ينسون مكة لغير أهل مكة، إلا إذا خرج المكي خرج إلى الطائف وخرج إلى المدينة أو إلى الرياض ثم رجع يحرم كغيره في العمرة. أما إحرامه بالعمرة من مكة فهذا قال جمع من العلم ليس مشروع، وقال آخر من العلم لا بأس، أهل مكة لهم عمرة ويحرمون من خارج الحرم من الحل سواء من التيمم أو من غيره. نعم. وإذا كان له مسكن آخر خارج الميقات فهو بالخيار. وإذا كان له مسكن آخر خارج الميقات فهو بالخيار، إن شاء أحرم من الميقات وإن شاء أحرم من مسكنه الذي هو أقرب من الميقات إلى مكة. نعم، كان له بيتين، بيت داخل المواقيت وبيت خارج المواقيت، هذا له أن يحرم من الميقات وله أن يحرم من بيته الذي داخل المواقيت. نعم. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنه لما ذكر المواقيت قال ومن كان دون ذلك فمهله من أهله. نعم. حتى أهل مكة يهلون من مكة. مهله الإهلال هو رفع الصوت للتلبية، قالوا الإهلال، فمهله من أهله حتى أهل مكة من مكة يحرمون من مكة للحج، الحج يحرم موت من مكة يحرم بيته ويحرم بيته ويخرج إلى منى اليوم الثامن من الحج، أهل مكة يحرم بيوته من مكة. أما العمرة فلا بد إذا أراد المكي أن يعتمر لا بد أن يخرج خارج الحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عائشة لما أراد العمرة أن تخرج إلى التنعيم. نعم. أخرجه البخاري ومسلم، هذا مخصص لهذا الحديث. نعم. أخرجه البخاري ومسلم. نعم. لكن من أراد العمرة وهو في الحرم فعليه أن يخرج إلى الحل ويحرم بالعمرة منه. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت منه عائشة العمرة أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى الحل فتحرم منه. نعم. فدل ذلك على أن المعتمر لا يحرم بالعمرة من الحرم وإنما يحرم بها من الحل. نعم. وهذا الحديث يخصص حديث ابن عباس المتقدم، ويدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله حتى أهل مكة يهلون من مكة هو الإهلال بالحج لا للعمرة، إذ لو كان الإهلال بالعمرة جائزا من الحرم لأذن لعائشة رضي الله عنها، في ذلك. يعني قال لعائشة لما قال لعبد الرحمن أخرج بأختك من الحرم فلتحرم، أخرج بأختك من الحرم فلتحرم، فخرج بها أخوها عبد الرحمن إلى التنعيم وأحرمت إلى التنعيم، فدل على أن العمرة بالمكي لا بد أن تكون من الحل خارج الحرم. نعم. قال العلماء حتى يجمع بين الحل والحرم، فالحج يجمع بين الحل والحرم، الحاج يأتي من الميقات في الحل ثم يدخل الحرم، والعمرة لا بد يخرج المكي إلى الحل حتى يجمع بين الحل والحرم، يجمع الحل والحرم في العمرة ويجمع الحل والحرم في الحج. نعم. قال وإذ لو كان الإهلال بالعمرة جائزا من الحرم لأذن لعائشة رضي الله عنها في ذلك ولم يكلفها بالخروج إلى الحل، وهذا أمر واضح وهو قول جمهور العلماء رحمة الله عليهم، وهو أحوط للمؤمن لأن فيه العمل بالحديثين جميعا، والله الموفق. نعم، هذا قول الجمهور. بعض العلماء يرى أنها لها أن تحرم حتى من مكة، لكن هذا قول مرجوح، قول كثير من أهل العلم أن المكي إذا أراد العمرة لا بد أن يخرج إلى الحل. يقول السائل الباصات المخصصة للفنادق، نعم، هل يجوز الركوب فيها؟ باصات مخصصة للفنادق، نعم، هل يجوز الركوب فيها؟ لا بد من الاستئذان، ولا مخصصة لا بد من الاستئذان، هذا
يعني الركوب والسكن لا بد من استعداد أصحابها. نعم. يعني يسعى يعني السيارات المعددة للفنادق هل الإنسان أن يركب فيها ويذهب بدون استعداد؟ لا بد من استعداد مخصص لأهلها. نعم. يقول السائل هل يسلم على المجاهر بالمعصية؟ ها؟ هل يسلم على المجاهر بالمعصية ويرد عليه السلام إذا سلم إذا كان مواقعا لها مثل شرب الدخان؟ هذا في تفصيل، يعني إن كان هجره يفيده ويدع المعصية فلا بأس لا سلم عليه ولا ترد عليه، أما إذا كان هجره لا يفيد فإن عليك أن تدعوه باللين والرفق، سلم وتدعوه وتطلب منها أن يترك الدخان وغيره، فهذا هجر المعاصي العصاة. هل هو مشروع؟ قرر جمع من العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية أن الهجر كالدواء علاج، إن كان الهجر يفيد هجره، حتى إن كان يقدرك مثلا إذا هجرت ولا سلمت عليه ولا جبت دعوة يترك المعصية اهجر، أما إذا كان الهجر لا يفيد مثل بعض العصاة ما يفيد يزيد، إذا لم تهجره يراعيك بعض الشيء، يراعي بعض الشيء ويخف من الشر، فإذا هجرت صار ما يبالي زاد الشر، وهذا لا تهجر، استمر في نصيحته ولا تهجره. النبي صلى الله عليه وسلم هجر الثلاثة الذين تخلفوا في غزوة تبوك، هلال بن أمية ومرة بن ربيع و كعب بن مالك، صح، هلال بن أمية وكعب بن مالك ومرة بن ربيع لما تخلفوا عن غزوة تبوك هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم هجرهم 50 ليلة حتى تاب الله عليه، ولم يهجروا المنافقين ما هجروا، فالهجر كالدواء علاج، إذا كان يفيد ففعل وإذا كان لا يفيد فلا. نعم، هذا قرر جمع كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. نعم. هل يجوز الإحرام بحذاء يغطي الجزء المقدم من الرجل؟ إذا كان الكعبان بارزان فهي في حكم النعل، في حكم النعلين. نعم. هل يشرع لمن يحضر للحرم أن يصلي النوافل سواء جلس 4 أيام أم أكثر؟ نعم. هل يشرع لمن حضر للحرم أن يصلي النوافل سواء جلس 4 أيام أو أكثر؟ نعم، إذا تم الصلاة فلا بأس، إذا تم الصلاة يصلي النوافل، وإذا قصر فيترك راتبة الظهر القبلية وراتبة الظهر البعدية وراتبة المغرب وراتبة العشاء، هذه أما راتبة الفجر وسنة الضحى وصلاة الليل وصلاة الاستخارة وسنة الوضوء تفعل، يعني المسافر يصلي الضحى ويصلي في الليل ويصلي سنة الفجر ويصلي سنة تحية المسجد سنة الوضوء، إنما يترك إذا أقصر الصلاة إذا صلى الرباعية ركعتين يترك سنة الظهر القبلية سنة الظهر بعد الظهر وسنة المغرب وسنة العشاء، هذه 4 يتركها إذا قصر الصلاة، وإذا تم فلا بأس. يقول السائل ما المقصود بالمخيط؟ المخيط يعني ما لبس على هيئة على حال الإنسان قبل أن يحرم، هذا المخيط، وليس المرض في خياط، بعض الناس إذا صار في النعلين خياط يقول هذا مخيط، لا، الثوب هذا ثوبك الآن لو قلبت على أسفله وجعلته إزارة ورداء فلا بأس ولو في خياط، المهم ما تلبسه على هيئتك السابقة، الشيء المخيط على قدر الجسم أو على قدر بعض الجسم، الفريلة والسروال والطاقية كلها عالم، أما إذا لبست على غير هيئته جعلتها إزار ورداء فلا بأس ولو في خياط. نعم. يقول السائل حضرت إلى مكة في زيارة ولم أحرم من طريقي وذهبت إلى الحرم وعملت عمرة بدون أن أذهب إلى الميقات. إيش أعد؟ يقول حضرت إلى مكة في زيارة ولم أحرم من طريقي وذهبت إلى الحرم وعملت عمرة بدون ما أذهب إلى الميقات فقالوا إن عليك دم. هذا في تفصيل، إن كان حينما دخل مكة قد لوى العمرة نعم عليه دم لأنه تجاوز المكة، أما إذا كان دخل مكة ولا يريد العمرة ثم جاءت النية أنشأ النية يكون حكم المكة،
فليس عليه شيء. يقول رجل نوى بقلبه ولم يقل لبيك اللهم عمره، فهل عليه شيء؟ نعم، لا بد من التلبية، يلبي، فإذا يلبي قال تلبية واجبة، قال بعض العلماء ركن، قال بعض العلماء يكون عليه دم، لا بد يلبي ولا مرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك وملك لا شريك لك. نعم، ويذكر نفسك في تلبية لبيك عمره أو لبيك حجة، لبيك عمرة وحجة، ثم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك. نعم. يقول الصلاة في المصليات الموجودة في الفنادق المطلة على الحرم، نعم، هل تعادل الصلاة في الحرم؟ والله هذه فيها فتوى، يرجع الفتوى فيها من هيئة كبار العلماء، ينبغي الإنسان يكون يعمل الفتوى، ينظر الفتوى ويعمل بها، ولا إذا كان خفيف يعني ينبغي، والساحات الآن فارغة، ينبغي الإنسان يحتاط. نعم، المقصود أن فيه فتوى، لا أظن الفتوى، ينظر الفتوى في أوقات الحج وفي أوقات الزحام، ينظر حصحب الفتوى، يرجع الفتوى فيها الجلة الدائمة الإفتاء وفتوى كبار العلماء يعمل بها. نعم. يقول السائل أتيت من مصر وأحرمت بنية العمرة متمتعا بالحج، وكانت العمرة في رمضان، فهل يجب علي عمرة أن أعمل عمرة ثانية علما بأنني عملت عمرة في رمضان؟ العمرة في رمضان ليس في رمضان، ليس من أشهر الحج، فلا تكون عمرة متمتعة، عمرة مستقلة. العمرة التمتع تكون بعد دخول أشهر الحج، وهي واحد شوال، تم من شوال. قول فهل يجب علي؟ ما يجب عليك، الله يجب عليه. العمرة واجبة في العمر مرة والحج عمر، لكن إذا حبيت تأخذ عمرة ثانية مستحب، لا بأس تأتي بعمرة ثانية في أي وقت، لكن العمرة في رمضان ليست عمرة التمتع، عمرة التمتع تكون في أشهر الحج، وأشهر الحج في رمضان ما دخلت أشهر الحج. نعم، أشهر شوال وذو القعدة وعشر من الحجة، هذه أشهر الحج. نعم. أحسن الله إليكم، ما الفرق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وقوله صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم؟ فرارك من الأسد، يعني الجمع بينهما. قال بعض العلماء لا عدوى، أصح ما قيل فيها لا عدوى على الوجه الذي يعتقده أهل الجاهلية، لأن العدوى تنتقل بنفسها وبذاتها. وقوله فر من المجذوم، فرك من الأسد، هذا من فعل الأسباب، اتقاء الأسباب التي جعل الله أسبابا للمرض وللهلاك، فالإنسان ما هو من فعل الأسباب. فر من المجذوم، فرك من الأسد. وقوله إذا وجد الطاعون في بلد فلا تدخلوه، وقوله لا يولد ممرض على مصح، كل هذا الحديث كلها من باب فعل الأسباب، لا يورد ممرض على صح، لا يورد المريض على الصحيح. إذا وقع الطاعون في بلد فلا تدخلوها، وإذا وقع فيها وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، فر من المجذوم، فرارك من الأسد، هذه كلها من باب فعل الأسباب. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، هذا المعنى على الوجه الذي يعتقده أهل الجاهلية، من أن العدوى تنتقل بنفسها، ولكن الله تعالى قد يجعل مخالطة الصحيح للمريض سببا في العدوى من باب الأسباب، ولهذا قال فر من المجنون فرارك من الأسد، وقال لا يولد ممرض على صح مصح، وقال إذا وقع الطاعون في بلد فلا تدخلوا، هذا كل باب اتقاء أسباب المرض وأسباب الهلاك. مأمور الإنسان بفعل الأسباب. نعم. يقول السائل رجل له زوجتان سافر مع واحدة 20 يوما ثم رجع فقالت له الأخرى عوضني، فهل لها الحق في ذلك؟ لا، إذا كان له زوجتان أو أكثر فإنه يقرع بينهما إذا أراد السفر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج له القرعة خرج بها، إلا إذا اتفقتا على شيء، اتفقتا فلا بأس، وإذا وافقت أو سافر بإحداهما يقضي للأخرى. نعم، بدون اختيارها أو بدون قرعة. نعم، أما إذا اتفقت على شيء أو قالت لهما أنا لا أريد السفر سابقا فلا بأس، أصل حقها. نعم. يقول السائل أسأل الله أن يطيل عمركم على طاعته. آمين. شيخنا نحبكم في الله. نعم. يقول شيخنا نحبكم في الله. حبك الله ليحببكم، أسأل الله أجعلكم من تحب في الله ويجمعنا وإياكم من دار كرامته. نعم.
يقول لا يخفى دور العلماء وأهميتهم وأن ننهل من علمهم. يقول لا يخفى دور العلماء وأهميتهم وأن ننهل من علمهم، ويلاحظ في هذا الزمن الزهد أو التزهيد منهم، نود منكم إشارة عن أهمية العلماء. نعم، لا شك أنه ينبغي احترام العلماء وتقديرهم والأخذ عنهم، ولا ينبغي أن يكون هناك فجوة بين الناس وبين أهل العلم، لأن أهل العلم العاملين بالعلم يبلغون عن الله دينه، فهم الذين يبلغون الناس، وهم الذين يسألهم الناس. فإذا كان فجوة بينهم ونفرة بين أهل العلم وغيرهم، ممن يسأل؟ يسألون الناس من؟ يسألون الأطباء أو يسألون المهندسين؟ يسألون من؟ لا، أهل العلم. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فينبغي أن يعرف لأهل العلم فضلهم ومكانتهم. الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نسأل الله أن يجعلكم من أهل العلم الذين هم أهل الله وخاصته. نعم. يقول في سؤاله الثاني: حكم قضاء راتبة الظهر بعد صلاة العصر. صحيح، حكم قضاء راتبة الظهر بعد صلاة العصر. راتبة الظهر إذا خرج وقت الظهر لا تقضى، قضاءها بعد العصر هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم من خصائص أنه جاءه لما جاءه بعض الوفود، جاء وفد وشغل عن ركعتي الظهر، صلاهما بعد العصر، فلما صلاهما بعد العصر صار يداوم عليهم، لأنه عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا أثبته. وقد جاء في مسند الإمام أحمد رضي الله عنه أن ميمونة أو مسلمة أرسلت الجارية وسألت النبي صلى الله عليه وسلم، قال أرسلت الجارية تسأله، فقال إن قال تأخري فاستأخري فاستأخرت، جارية أمة، فسألته فلما سلم قال: يا ابنة أمية جئت تسألين عن الركعتين، إني شغلت عنهما فهما هاتان. وجاء في مسند الإمام أحمد أنها قالت: أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: لا. فدل هذا على أن قضاء الركعتين بعد العصر من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ومداومة عليهم من خصائصه، هذا من خصائصه خاص به. وعلى هذا فإذا نسي أو ترك ركعتي الظهر حتى دخل وقت العصر فات محلها، فلا يقضيها بعد العصر، وقت العصر وقت نهي، قال: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وأما صلاة الذي لهما فهذا من خصائصه، وكذلك المداومة عليهم. نعم. يقول السائل: ما حكم لبس ما يسمى بالتنورة في لباس الإحرام؟ يسمى إيش؟ بالتنورة. إيه. وهل فيه من المخيط؟ نعم، لا ينبغي لبسه، لأن هذا من جنس المخيط، يجعل هذا يلبسه بعض الناس في غير الإحرام، فلا ينبغي أن يكون إزار ورداء غير مخيط، هذا كالمخيط فلا ينبغي. أفتابس فضيلة الشيخ عبد محمد العثيمين رحمه الله في آخر سنة من حياته، قل له رحمه الله كأنه يرى أنه لا بأس، قلنا إن نحن لا نرى هذا، لأن هذا كالبخيل ويفعل يلبس في بعض الجهات يلبس، لكنه رحمه الله أفتى في آخر حياته. نعم. نعم. يقول السائل: ما حكم قضاء ست من شوال في ذي القعدة؟ ست من شوال ليست في ذي القعدة، إذا خرج شوال انتهت. اللهم إلا إن كانت المرأة نفسها وتقضي وانتهى شوال، قد يقال أنها لا، لأن معذورة في هذه الحالة ولتصومها في ذي القعدة، لو قيل بهذا فله وجه. أما شخص ليس عنده عذر ويؤخر صيام الست ويصومها في ذي القعدة فلا، لأن النبي قال: من صام رمضان ستا من شوال ولم يقم ذي القعدة. نعم. يقول: حكم الصلاة في مساجد المزارع، وهل هذه المساجد تعتبر مساجد أم مصليات؟ إذا كانت صلى فيها يؤذن فيها وصلى فيها الصلاة الخمس فهي مسجد، صلى فيها الصلاة الخمس الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذا مسجد أو خمس معدة للصلاة. أما إذا كانت صلى فيها بعض الأوقات
مثل المصليات في الدوائر الحكومية وفي بعض المراكز، فهذا يسمى مصلى، يسمى مصلى ولا يسمى مسجد. صلى في الظهر أو صلى في الظهر العصر، هذا مصلى ليس له حكم المساجد. نعم. هو يقول في السؤال لأنه لا يصلي في هذه المساجد التي في المزارع إلا في كل أسبوعين مرة أو في الشهر مرة يعني. إيه ما دام هذا معناه ليس له حكم المساجد، معناه مصليات مهجورة في أسبوعين مرة. نعم. نعم. ما هو الضابط في التفريق بين الأسماء والصفات؟ الاسم ما يسمى به الشخص، والصفة ما يوصف به الشخص. مثلا غدا إن شاء الله وفق الله جل جلاله.